وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاستمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسادون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها في الحث على السمع والطاعة لولاة الأمور، وأن الواجب على الرعية السمع والطاعة المعروف وعدم المنازعة، لأن بهذا يستتب الأمن وينصف المظلوم ويردع الظالم وتسير الأمور على الأمن والعافية والخير والهدوء، وبالمنازعة يكثر الهرج والقتل والفتن ويختل الأمن ولا ينصف المظلوم ولا يردع الظالم. فلهذا أمر بالسمع والطاعة، قال: أمر السمع والطاعة في منشطه ومكره في عسره ويسره وفي أثرة عليه. قالوا: يا رسول الله، لما قال يلي عليه أمراء فتعرفون وتذكرون، قالوا: فماذا تأمرون؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله الذي لكم. وقال: إنهم بعد الله من نبي قبلي إلا كان حقا عليه يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتنة فيقول: هذه ملكتي، ثم تنكشف وتأتي الفتنة أخرى فيقول: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بالخير كما يحب أن يعامل بالخير. هل واجب على الرعية السمع والطاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعصية؟ المعصية لا، ولكن في المعروف وفيما أباح الله يجب السمع والطاعة، لأن بذلك تستقيم الأحوال ويستتب الأمن وتقضى الحجود وينصف المظلوم ويردع الظالم ويقضى على أسباب الفساد. وعلى الرعية السمع والطاعة في المعروف، أما المعصية فلا، وعلى ولي الأمر أن يعدل ويتحرى العدل ويتحرى الحق وينفذ أوامر الشرع، عليه ذلك، عليه واجبه وعلى الرعية واجبهم، وفق الله الجميع. صلى الله عليكم يا شيخ. قوله هنا: إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الجامعة، مقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يخطب الصحابة، يجي يذكر الصلاة الجامعة، هذا يقول فيه أراد أن يجتمعوا مثل ما يقول عند الكسوف، يجتمعوا حتى ينذرهم. أنا هون من شأن السمع والطاعة، هل يعد مبتدعا يا شيخ؟ نعم، هذا من صفات الخوارج، الخوارج ما يرون السمع والطاعة، ولهذا يخرج على أولى خرج وعلى علي وعلى عثمان
على معاوية ومعاوية وعلى من بعدهم. إنكار عن أولي الأمر على رؤوس المنابر ما يصلح، لكن بالمكاتبة بالنصيحة، أما على رؤوس المنابر فلا يصلح لأنه يسبب فتنة. هل هنالك خروج باللسان؟ نوع من الخروج لكن أقل من الشرور بالإذن. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله إليك. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر. بلاء مثل ما وقع، مثل ما وقع في. يعرف من هذا في آخر الزمان هذا يا شيخ؟ إيه قال مضى قبله، مضى فيه ودولة بن العباس ودولة بني أمية أمور عظيمة. يعني ما يشرط مو بآخر الزمان. كلها آخر، كلها آخر. ثم بعد السلف آخر الزمان. بعد قرون مفضلة الثلاثة.